بيحاول يحافظ على القرشين بتوعه او يستثمر القرشين بتوعه برضه لازم يمر على السعر. اقدم اسواق الذهب في المنطقه العربيه وفي التاريخ العربي وفي مصر طبعا. احنا النهارده بيشرفنا انه احنا هيبقى معانا اتنين من المسؤولين عن مساله تجاره وتداول وبيع الذهب في مصر. النهارده بيشرفني جدا واحنا يعني مطولين عليهم النهارده وازعجناهم. معانا الدكتور وصي، برحب بحضرتك معانا يا فندم، طبعا رئيس شعبة تجارة الذهب، اهلا بحضرتك معانا. برحب طبعا كمان بالاستاذ نادي. الاستاذ نادي هو المسؤول عن هو سكرتير الغرفة نادي نجيب. نادي نجيب، ازعجناكم النهارده واحنا ضيوف عليكم. وانا ماشي في الشارع انا عايز ابدا من الجولة اللي انا خدتها بره. احنا جينا قبل الظهرية كده بشوية والدنيا كانت هادية خالص، وبعدين سمعت حضرتك بتقول ان احنا بقينا بنيجي متأخر علشان في نوع من التباطؤ. خليني اسالك دلوقتي حالا عن اليومين دول. اليومين دول الذهب لسه عمال يزيد ولا الايقاع هدي؟ والله هو الذهب يعني اعتبارا من 2011 بيزيد بخطوات مقبوله وثابته ومتوقعه ومحتمله، ولكن معقوله يعني. ولكن بعد ازمه كورونا جميع الاقتصاديات في العالم ككل اتأثرت وأصبح فيه فائض في السيولة النقدية، فكل صناديق الاستثمار والبنوك المركزية وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة طبيعي عايزين يوظفوا النقدية اللي عندهم أو الأموال اللي عندهم، فما فيش ملاذ آمن أكتر من الذهب. واللي شجعهم على كده إنه هو اعتبارا من بداية يناير 2020 إلى وقتنا الحالي مثلا يعني، والعام لسه ما انتهاش، الذهب حقق زيادات تعادل 38% من قيمته. قد يكون من حوالي 2020 من يناير 2020 لغاية النهاردة 38% زيادة. قد يكون خلال 10-12 يوم اللي عدوا حصلت هزة وتراجع، ولكن أنا بأعزيها لشيء من اتنين: إما إن صناديق الاستثمار والبنوك والمستثمرين في الذهب حبوا إن هم يوزعوا أنصبة على المساهمين فباعوا كمية، وفي نفس الوقت الكميات اللي هم بيبيعوها دي مش 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا بتاع، ده في صندوق استثمار واحد رأس ماله 1538 طن، فهو باع 28% من قيمته من رصيده. انا بقول لحاجة من اتنين: اما بيوزع انصبة على المستثمرين اللي عنده، او انه يعمل هزة في السوق يبطئ بيها الارتفاع اللي شغال ده.